مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج صوت الناس. دايما متعودين ان حلقه يوم الجمعه بيكون فيها حصاد لاهم احداث الاسبوع، والاسبوع ده كان حافل بالاحداث المهمه جدا وفي مقدمتها الانجاز الكبير اللي حققته الدوله باعاده 301 مصري من مدينه ووهان الصينيه واللي انتشر فيها فيروس كورونا واللي بيعد اخطر تهديد بيواجه العالم، لكن الدوله بكل اجهزتها ما خافتش وما فرطتش في مواطنيها. وبتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بعتت طيارة خاصة مجهزة طبيا ونقلت 290 راكب و11 رضيع من الصين مباشرة لمنطقة الحجز الصحي علشان يقعدوا فيها لمدة 14 يوم، ودي فترة حضانة المرض. ومجرد وصولهم مصر كان في انتظارهم أطقم طبية مجهزة على أعلى مستوى، وتم عزلهم في مكان مجهز بأحدث التجهيزات الطبية. ومع ذلك شفنا حملات عدائية مغرضة بتشكك في كل حاجة، وده اللي خلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تخرج عن صمتها وتكتب أول تغريدة ليها على تويتر وتقول: الخوف على البلد ليس من فيروس كورونا، الخوف الأكيد من الفيروس اللي بيصيب الأخلاق والقيم، لأنه أكثر تدميرا ليس لأفراد بل لدول وشعوب بأكملها. وفعلا أصابت وزيرة الصحة بتوصيفها الدقيق لكل اللي بيحصل على وسائل التواصل الاجتماعي من تلفيق وتزييف وأكاذيب بيكون وراها ممولين بيحاولوا يشوهوا أي إنجاز في البلد. لكن الحقيقة البلد ما بيهمهاش، لأن مصر فيها قائد قوي وراه شعب مخلص للبلد وأجهزة ومؤسسات قادرة على حماية الوطن.